أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بيكم إخوانا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. النهاردة إن شاء الله موضوعنا هيكون عن 5 عربيات مستعملين للبيع في مصر. ده هيكون موضوعنا النهاردة، ولكن قبل ما نتكلم على كل الأمور الخاصة بالموضوع اللي معانا النهاردة، لو حضرتك أول مرة بتشوفنا على القناة ياريت تشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس علشان يجيلك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. أول عربية معانا هي عربية كيا سيراتو، العربية موديل 2015، تاني فئة، فابريكا بالكامل عدا بعض الأجزاء الخارجية في الجنبين، السقف والكابوت والشنطة فابريكا بدون أي دهان نهائي. العربية تاني فئة، فيها جنوط سبور زائد طارة مالتي زائد بلوتوث زائد رخصة لمدة سنة. العربية فيها كاوتش جديد وكمان فيها عداد شرعي 130 ألف كيلو فقط. سعر عربية كيا سيراتو موديل العربية 2015، سعر العربية 214 ألف جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 90 70 27 39. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 90 70 27 39. تاني عربية معانا النهاردة هي عربية ميتسوبيشي لانسر شارك موديل العربية 2015، العربية خليجي في حالة الزيرو. العربية فابريكا من الداخل والخارج، فيها عداد شرعي 32 ألف كيلو فقط. العربية فيها تكييف تلاجة وفيها طقم صوت وكمان فيها إرباج وكمان فيها استبن وكمان فيها جنوط سبور أصلي وفيها كاسيت وكمان فيها سنتر لوك وفيها سنسور بارك وكمان فيها USB لم يستعمل بعد وفيها رخصة لآخر السنة. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية ميتسوبيشي لانسر شارك موديل العربية 2015، سعر العربية 220 ألف جنيه. سعر العربية 220 ألف جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 660 10 157. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 660 10 157. تالت عربية معانا النهاردة هي عربية هيونداي فيرنا موديل العربية 2018، أول مالك من الزيرو. العربية بحالة المصنع، العربية أعلى فئة أوتوماتيك، السيارة بدهان الفابريكا بالكامل من الإكسدام للإكسدام. العربية كسر زيرو، فيها عداد شرعي 10000 كيلو فقط. جميع الصيانات الخاصة بالعربية منتظمة في التوكيل بالفواتير المعتمدة. العربية فيها مرايات كهرباء وفيها فوانيس شبورة وفيها كمان زجاج ملون فابريكا مزبوط على الرخصة. العربية فيها جنوط سبور 15 وفيها كاوتش جديد زيرو من 4 شهور فقط. العربية فيها استبن لم يستخدم والعربية فيها رخصة لشهر 26/11/2020. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية هيونداي فيرنا موديل العربية 2018، سعر العربية 188 ألف جنيه. سعر العربية 188 ألف جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012 22 99 69 99. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012 22 99 69 99. العربية رقم 4 هي عربية رينو لوجان موديل العربية 2015، العربية مانيوال فابريكا بره وجوه بالكامل من الإكسدام للإكسدام. العربية فيها فرش جلد من الزيرو وفيها فرش الفابريكا بالأكياس بتاعته. العربية عفشة جديدة، كاوتش جديد، جميع الصيانات في التوكيل بالكتالوج العربية الفئة الثانية. العربية مش محتاجة مصاريف نهائي، فيها رخصة لمدة سنة، حدائق الأهرام. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية رينو لوجان موديل العربية 2015، سعر العربية 124 ألف جنيه. سعر العربية 124 ألف جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 10 29 20 10. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 10 29 20 10. العربية الخامسة والأخيرة اللي معانا النهاردة هي عربية دوتش رام 2020،
هنقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربية. العربية فابريكا بالكامل، جميع الصيانات الخاصة بالعربية في التوكيل. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية دوتش رام موديل العربية 2020. سعر العربية 670,000 جنيه. سعر العربية 670,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010-122-58-221. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010-122-58-222. موضوعنا النهاردة خلص. استنونا في مواضيع جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب، قناة عربيات. لو عجبك الفيديو أو استفدت منه ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس عشان يجيلك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.